أهلا الخوت عاوتاني، السلام عليكم. معكم وعد أحبوش. كيف ديما ما تنساوش تفكروني بلايك في لاباج فيسبوك ديالي، راه كنخلي فيها الأوقات ديال الحلقات الجاية وداكشي اللي نخلي في التعليقات الفيديو اللي كنت حطيت، ولهاد الفيديو كذلك حطوا لايك باش نكمل. خليناها في الشارفة كتكمل القصة ديالها الكانديد وكونيغوند. فاش جا عند داك الراجل فاش كانت في الشجرة، البنت فرحات بيه ملي سمعت هضرتو، حيت كان ولد بلادها وهضر معاها باللغة ديالها. البنت حست بواحد انتماء يعني ديال ولد بلادها، فواخا قال ليها باللي راه دار ليه الإخصاء، حيدوا ليه واحد البيضة بالمحاح ديالها وحرموه من كلمة بابا، عاودت ليه باللي كاينة مآسي كبر من هاد الشي اللي قال ليها، وكاينين الناس كيعيشوا مآسي كتر من هاد الشي اللي عاش هو، وعاودت ليه على القصة ديالها، يعني بغاتو يتحن معاها وبقات كتحتون عليه، وعاودت ليه نيت عليها وعلى قصتها كاملة. داها لواحد الدار وتكاها في الناموسية وتهلا فيها، اعطاها الماكلة ووساها وخدم ليها وقال ليها بلي عمرو شاف شي بنت غزالة بحالها، وقال ليها بلي عمرو عاون شي واحد وتسنى منه يرد ليه الخير. بحال الا تا هو تحن معاها ولقى بنت بلادو اللي هضر معاها وتهضر معاه، وغيعاود ليها قال ليها بلي هو تولد في نابولي، وفي نابولي تيديروا الاخصاء ل2000 حتى ل3000 واحد تولد كل عام، كاين منهم اللي كيموت وكاين منهم اللي تيولي صوته بحال ديال النساء، يعني تيولي سكوبيدو بيدو. ايوا والرجال اللي بقاو كيحكموا البلاد. هاد السيد اللي كيعاود ليها داروا ليه الاخصاء والعمليه تمت بنجاح، واللي هو ولا العازف ديال الكنيسه ديال باليسترينا. غير قال هاد الهضره البنت غوتات لربي اللي خلقها، غوتات حيتاش عرفاته هو كان العازف ديال ماماها، فقالت ليه كنتي العازف ديال ماما، انا بنتها وهي ميته دابا. بقات كتبكي وغوتات وعودت ليه على كل شيء، وحتى هو عاود ليه على المغامرات دياله وكيفاش السلطة المسيحية صفطاته للمولى إسماعيل باش يسينيو شي اتفاق أنهم يعطيوه البارود والمدافع والسفن باش يدمر التجارة ديال شي مسيحيين آخرين. المهم تعاودوا على بعضياتهم بالبيان، فقال لها أنا ساليت المهمة وغنبحر الغوطة ونرجعك معايا لإيطاليا، وغيعاود يتنهد ويقول لها الإنسان شحال خايبة ما تكونش عنده خصية. البنت بقات كتشكر فيه وعينيها كيغرغرو، وعوض أنه يرجعها لإيطاليا غيديها للجزائر وغيبيعها للوالي ديال المقاطعة. شوف الحنان والبنان اللي الله كانوا كيدويو فيه، غادي يمشي يديها ويبيع. والمشكلة غير باعها طاعون فرع الجزائر ديك الوقيتة، والطاعون كان انتشر في إفريقيا وآسيا وأوروبا، يعني جميع القارات ديك الوقيتة كانت بحال هاد الوقيتة تماما. فالشارفة غتقول لكونيغون دابا واش فات لك ضربك الطاعون؟ قالت ليها كونيغون لا عمرو ما قاسني. فقالت ليها الشارفة شفت الزنزال، واش عرفتي شنا هي بنت البابا؟ بنت عائلة مرموقة، البنت ديالها تمرمقات ومرمقاتها الحياة 3 شهور ديال العبودية، وكانت كتغتصب كل نهار، كل نهار كان كيدوز عليها العذاب، وشافت امها كتقطع على 4، ودوزات الجوع والحرب والموت والزلزال شافته ملي ضربها الطاعون. والحمقى الحمقى الحمقى في هاد الشي، داك النابولي والوالي وكل شي مات إلا هي. الشارفة غتكمل اللي نقصتها، ملي سال الحماق ديال الطاعون العبيد ديال الوالي تباعو، البنت شراها واحد تاجر وداها معاه لتونس، هاد التاجر غيبيعها لواحد تاجر آخر اللي باعها حتى هو في طرابلس بليبيا، وبقات غدا وكتباع للإسكندرية لإزمير، من الإزمير للقسطنطينية، من القسطنطينية تباعت لآخر مرة لواحد الحاكم أزوفي واللي هو آغا الإنكشاري. هاد الحاكم آغا كان كاريزماتيك كما كتعاود الشارفة، غادي يهز قلوعو
والعبيد وكل شيء من بينهم البنت النيت اللي كتعاود، وغادي يمشي يدافع على المدينة ديالو اللي سميتها أزوف. ايوا، وسكن البنت والهجيج ديالو في واحد القلعة صغيرة جات في البحر ديال أزوف، وكانوا حاضينها واحد جوج عزاوة تا هما مخصيين، يعني داز عليهم الإخصاء، ومعاهم 20 رجل جنود الحاكم، من جنود الحاكم تا هما كيحرسوا القلعة من برا. فتقتلوا الروس وطيحهم هاد الحاكم آغا، ولكن الرواسة ما غتصرتش لهم، غادي يرجعوها مدوبلة وغادي يردوا أزوف كل هدمايات، كل شي قتلوه، الحاكم، الشعب ديالو، الجنود ديالو، بقات غير القلعة اللي في جنب البحر اللي خلاها ديك القلعة الصغيرة واللي دايرين عليها العسة، هادو اللي بقاو حيين. فدابا شنو غيوقع معاهم؟ شدوا القلعة، جوعوها وسدوا عليها. دوك الرجال العشرين دوك اللي من الجيوش ديال الحاكم شنو غيديروا دابا؟ غيجيهم الجوع. هما حلفوا في الاول انهم ما غيقيسوش اللي كاينين في ديك القلعه حيتاش هما اصلا حاضينهم وكيحميوهم حتى الموت، ولكن الغريزه ديال الجوع غلبات هاد العشرين جندي، غادي يقرروا انهم ياكلوا الناس اللي مخبيين في القلعه، غادي ياكلوا البشر. يعني الغريزه ديال الجوع خلاتهم انهم يطمعوا في اللحم ديال البشر ياكلوه. فكلاو دوك جوج عزاوه بعد الواله اللي كانوا شادين القلعه، شويه داروا لجيت الناس اللي في القلعه نيت الهجيج، واللي من بينهم كانت هاد البنت هادي. فالحسن الحظ كان واحد الامام رحيم اعطاهم واحد الموعظه وقال لهم عوض انكم تاكلوهم وتقتلوهم قطعوا مساطه الواحد وكلوها راه غتشبعوا، هكا غادي تكون السماء ممتنه لكم وغتنجاو ان شاء الله. فهداك الشيء اللي داروا قطعوا مساطه الواحد وكلاو داك الحماق هذاك، وشويه جاوا الرواسه للقلعه وقتلوهم كاملين. الا الهضره ديال داك الامام ما صدقاتش، ما نجاوش، فقتلوا دوك 20 راجل كاملين، 20 راجل تصفى ما نجا منهم حتى واحد. فالرواسة كانوا معاهم الأطباء الفرنسيين، فالأطباء الفرنسيين واحد منهم اهتم بهاد الناس ديال القلعة مساكن اللي طايرة لهم المساطة، فدازت واحد الوقت طبطب عليهم وقال لهم باللي هاد الشي راه كيوقع بزاف ديال المرات من قبل، وهاد الشي داخل في أساليب الحرب والبقاء. دازت الوقت بين ما براو، فصحابة البنت والبنت غيمشيو لموسكو، ولكن البنت تعطات لواحد البويار اللي ردها خدامته، كان ولدين الكلبة ديما كيضربها 20 دقة يوميا. دازت عامين شدوه 30 بويار من الخوه عصا، حيت دار البلبالة في القصر وهذا الشي ما عجبش مالين القصر، فمن الخوه. البنت شافتها وجيبة ديك الساعة وهربات. الشارفة كتعاود باللي دارت روسيا كلها وكانت خدامة مدة طويلة في واحد القهوة في ريجا، ودارت مسكينة على القهاوي كلهم اللي في روسيا، خدمات فيهم كلهم، يعني خدمات في روستو، خدمات في فيسمار، في ليبزيك، في كاسيل، في أوتريسن، في واليدي، في والاهاي، في روتردام، حتى شرفات مسكينة في البؤس والعار وهي بمصاطة وحدة. ولكن واخا دازو عليها هاد المحاين كاملين، كانت ديما كتفكر باللي هي بنت البابا، بنت البابا الأميرة اللي تلات بها الأيام بمصاطة وحدة. شارفة غتقول باللي دازت بلدان كتيرة القدر خلاها أنها تدوزهم، وخدمات شلا قهاوي فين خدمات، وشافت عرام ديال البشر ميؤوس منهم، ولكن شافت غير 12 منهم اللي داروا حد اليأس ديالهم، هما 3 ديال العبيد و4 الانجليزيات و4 من جنيف وواحد الاستاذ الماني. الشرفة في الاخر ولات خدامة عند اليهودي إيساكار اللي خلاها تولي خدامة عند كونيغوند، والشرفة غتقول لكونيغوند انا تعلقت بيك ووليت مهتمة بالمغامرات ديالك كتر من المغامرات ديالي، وكون ما عصبتيني يا بنتي واحد شوية
ما كنت غنعود لك حتى شي حاجة، ولكن في النهاية بنتي عندي الخبرة وعارفة العالم مزيان. طلبي من شي واحد اللي مسافرين معنا في السفينة يعود لك قصته، وشوفي شي واحد واش ما غيقول لكش باللي حياته عذاب ويبدأ يلعن ويلعن. وإلى ما لقيتيش هاد البلان هذا، لوحيني في البحر وراسي لتحت، خلي راسي لتحت. هنا غيوقع واحد البلان اللي غادي يتفارق فيه كانديد مع الحبيبة ديالو كونيغوند لتاني مرة، ولكن هاد الشي غادي نخليوه للحلقة الجاية. كنوعدكم غادي نحط الحلقات بالزربة وغادي نكمل هاد الرواية الزوينة اللي تضحك. وما تنسونيش بالبارتاج، وبغيتكم تدخلوا ديروا لايك للصفحة الفيسبوك، راه مهمة، وبارتاجيو فيها، راه ندير فيها شي حاجة حلاوة وتندير الميمز وتنضحكوا حنايا الافيونيين جما. وبيس، شكرا بزاف على الاستماع ديالك لهذا الفيديو هذا، وكنتمنى نتلاقاو مرة اخرى، وغنتلاقاو مرة اخرى. الى اللقاء.